السلام عليكم، انا الدكتور خالد عماره، استاذ جراحه العظام. هكلمكم النهارده عن اصلاح تشوهات العظام واطاله العظام. اصلاح تشوهات العظام واطاله العظام ليها طرق كتيره قوي. في طرق معقده جدا بالنسبه للمريض لكن سهله للجراح، زي طريقه اليزاروف. طريقه اليزاروف ده مثبت خارجي ضخم كده يركب في رجل المريض، نقعد نطول فيه ونظبط. انا كجراح بخلص العمليه في ساعه، لكن المريض يقعد يتعذب بالجهاز ده لمده سنه ونص. الطريقه دي هي طريقه فعاله، بس مش المفروض نستعملها في كل الحالات. احنا بنستعملها في الحالات الصعبه اللي ما ينفعلهاش حل تاني، لكن مش كل حاله تجيلي في العياده او مركب لها الجهاز بتاع القفص ده في رجله، لانه فعلا بيبقى متعب للمريض. وبالتالي احنا زي ما اتكلمنا قبل كده، انت لازم تدور على اعلى نسبه نجاح وفي نفس الوقت اسرع شفاء للمريض بتاعك. في طرق تانية اللي هو الجمع ما بين التثبيت الخارجي والتثبيت الداخلي. ازاي؟ ان احنا بنستعمل المثبت الخارجي لفترة قصيرة، بعديها بنستبدله بتثبيت داخلي، سواء بقى بشرايح ومسامير او مسمار نخاعي او حاجات زي كده. في طريقة تالتة اللي هي عن طريق استعمال الموتورايزد نيل، او المسامير اللي هي بيبقى فيها جهاز جواها تشتغل بالريموت كنترول، بحيث هي اللي بتطول المسامير دي. الحقيقة هي فعالة في تطويل المسافات القصيرة مش المسافات الطويلة. وبالتالي احنا كجراحين عظام المفروض مش كل حالة فيها تشوه استعمل لها جهاز اليزاروف، الا لو انا فعلا ما عنديش اختيار تاني. طب ايه الحاجة اللي انا ببقى دايما مضطر فيها في جهاز اليزاروف؟ حاجتين: اما ان انا خايف اشد على الشرايين والاعصاب فجأة اثناء الجراحة، او ان في التهاب صديدي موجود. دول الحاجتين اللي فعلا حتى هذه اللحظه مفيش عندنا بديل لجراحات الاليزاروف فيها. لكن عدا ذلك اغلب الحالات دلوقتي في 2021 بقينا بنقدر نعالجها من غير مثبت خارجي. حالات كتيره كنت انا من 5 سنين او 10 سنين كان علاجها الوحيد بالنسبه لها عندي هو جراحه الاليزاروف، دلوقتي بقى ان انا بستعمل تثبيت داخلي او تثبيت خارجي لفتره قصيره او حاجات زي كده. الجزء الثاني المهم، زي ما دايما بنقول، ان فتره العلاج بتفرق معانا. ان مريض يقعد بيتعالج لمده سنتين ده بالنسبه له انهاك نفسي، وبالتالي علاج المواضيع ديت لازم نبقى بنحاول نسرع التئام الانسجه. ازاي؟ عن طريق الاعتماد على الحاجات الاورثوبيولوجكس زي الخلايا الجذعيه وحقن البروتينات تركيز الصفائح الدمويه والحاجات اللي زي كده. ودي زي ما شرحنا قبل كده في الفيديو بتاع البدائل البيولوجيه، بتبقى طرق بنستعملها بحيث انها تخلي بناء الانسجه اسرع، وبالتالي ابقى ضامن ان انا فعلا احقق الهدف بتاعي في اقصر وقت ممكن، لان العظام عامه بتاخد وقت طويل. فبالتالي كل ما ادور على حاجه تاثر الفترة الطويلة ديت، كل ما بقى أنا كده قدرت أن أنا أفيد المريض وأرجعه لحياته وأكل عيشه أسرع ما يمكن. شكرا جزيلا.